نهلة لما قلقت على نفسها ما فكرتش مرتين، خدتها وطلعتها على الوحدة المتنقلة لأن عندها سرطان الثدي، بس الحمد لله كانت في بدايته. لحقوها وادوها العلاج وتابعوا معاها لحد ما خفت، رجعت تكمل حياتها عادي. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة دعم صحة المرأة المصرية. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.